تقول كيفاش مرض السرطان تتخلق، ولهذا مفهوم راه من الصغر ديالنا تتسمى بين تفوت 17 عام بان الانسان تكون، هذه خصنا نفهموها. ولكن في التكوين ديال الانسان كاين خلايا بكثيره، خلايا في البزوله، خلايا في الرئه، وكاين عوامل اخرى ملي تجي مع التكوين ديال الجسم تيجوا عوامل اخرى. ناخذ حاجه سهله هي السيجاره اول حاجه، الخمر الخيل حتى هو ثانيا، ثالثا ناخذ حاجه اخرى، الانسان عنده هرمونات، عنده واحد التغلاط بزاف، الوزن هذا مهم، كاين عوامل كثيره، ولكن هذه تتخزن في واحد الوقت بحال تدخل سال داتونس، تدخل لواحد المحل تقول تسنى تبقى محطوطه العوامل كلها اللي تتخلق مرض السرطان. تيجي واحد فاعل بحال شي انسان مات ليه شي واحد في العائله، الغد الصباح تيقول ضرني ظهري، تسمع عنده واحد المشكل في ظهره، تيكون ديكلونشا هذيك العوامل كلها كانت تتسنى، ها واحد المومون هي مات ليه داك السيد، ها هي ليموسيون.